بيان للرأي العام على غرار ما حدث في 2015، يستعد الآلاف من السوريين المقيمين في سوريا للهجرة بسبب الحرب الإعلامية الخاصة التي تنهجها تركيا ضد مناطقنا في سبيل إفراق المنطقة من الشباب ودفعهم للهجرة. لتصبح مناطقنا خالية من عمودها الفقري، وكذلك الشباب في تركيا يستعدون لمغادرتها في الوقت الحالي بسبب والعنصرية التي يتعرضون لها والتحريض الإعلامي والانتهاكات المرتكبة بحقهم. وعلى مدار الأيام الماضية عاد ملف الهجرة إلى تصدر عناوين الأخبار في الوطن القارة الأوروبية، مع اشتعال أزمة الآلاف المهاجرين العالقين على الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا من جهة، وبين تركيا وبلغاريا واليونان من جهة أخرى، إذ يعيش ما يتراوح بين 3 و4 آلاف مهاجر في طقس شديد البرودة. فإننا معنيون هنا بالتساؤل عن الدافع القوي الذي دفع الشباب إلى المخاطرة بحياتها وركوب قوارب الموت في ظروف قاسية من أجل حلم الهجرة. ومن هنا نحن بالظروف المعيشية الصعبة للمنطقة والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك انعدام الأمل لدى الشباب وانطفاء الشغف في أعينهم، وباتوا عاجزين يلهثون في حقوقهم في الوقت حلا وخصوصي في وقتنا الراهن، حيث أن تركيا أشعلت فتيل الحرب الإعلامية وأظهار أن الطريق سهل وأخفاء مخاطر هذا الطريق في ضياع في الغابات والجوع والعطش الذي يدركهم في استخدام السوريين الذين سيعبرون أراضيها كورقة ضغط على أوروبا. فهي لعبة سياسية لا تمس الإنسانية بصلة. وللحد من الهجرة، أننا في حزب سوريا المستقبل نعمل على تشجيع الشباب على المشاركة في الانخراط في العملية السياسية دون خوف أو تهديد، والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب العاملين والخريجين، ونعمل على تحفيز الشباب على التعلق بوطنهم الأم وتقوية الروح الوطنية وعدم التخلي والتفريط بوطنهم مهما حدث.